دلوقتي هنعمل وصفة الجمبري بالوايت صوص او الصوص الابيض مع الصوص الابيض الكريم. تعالوا نشوف المقادير ونتكلم عن الوصفة دي واحنا شغالين. يلا بينا. جمبري بالمشروم والبشاميل، مقاديره كالتالي: نص كيلو جمبري وسط، توم مفروم، بصل مفروم، عصير ليمون، كزبرة ناشفة، كمون، ملح وفلفل، وشرايح مشروم. دي وصفة ايه؟ دي وصفة الجمبري والمشروم. طب البشاميل بقى اللي هو الوايت صوص، مقاديره كالتالي: معلقتين دقيق، معلقتين زبدة. دايما اللي بنيجي نعمل وايت صوص او بنعمل بشاميل بنحط مقدار الدقيق قد مقدار الزبدة، فلو احنا عايزين نعمل كمية اكبر هنحط كيلو دقيق مع كيلو زبدة مثلا، و10 لتر لبن. نص لتر لبن، كوباية جبنة كريمي. الجبنة الكريمي هنا هتدي طعم حلو غني كده للبشاميل. لو انتوا عايزين طعم البشاميل يبقى حلو استخدموا لبن كامل الدسم، هيدي طعم حلو جدا. ما تستخدموش لبن خالي الدسم او متوسط او نصف دسم يعني، لانه طعمه هيبقى ضعيف الى حد ما في وصفه البشاميل بالذات. السمكه اللي على النار دي قدامها حاجه بسيطه جدا ونشيلها من على النار، لان السمك ما بياخدش وقت في التسويه. ممكن نفتح كده نشقر على الفريك، عشان لو الفريك تمام ممكن نشيله من على النار. لسه فاضل حاجه بسيطه للفريك، نسيبه كده على النار. دي تقليبه، شايفين الخضروات اللي في الفريك حتى لسه محافظه على لونها وعلى قوامها. يلا زي الفل. ممكن بس نعمل حاجه، ممكن نجيب الفريك ده هنا كده ونشغل له نار خفيفه، بس نسيبه هنا كده على جنب. طيب وهنعمل ايه تاني بقى؟ هنجيب طاسه نحطها على النار علشان الجمبري. ممكن نروق بقى الحته دي كده عشان نعرف نقف. احنا ما حطيناش عصير الطماطم على السمك، هنحط عصير الطماطم على السمك حالا دلوقتي. بس قبل ما نعمل كده نبتدي الاول بس في وصفه الجمبري بالمشروم والبشاميل. هنجيب اناء متوسط الحجم، معلقه، هاخد الجمبري وهنزل هنا بالجمبري عليه رشه الملح والفلفل الاسود، واقرب مني بقيه المكونات. هحط التوم ورشة الكمون ورشة الكزبرة الناشفة، وادي تقليبة كده للجمبري مع التوم والملح والفلفل والكمون والكزبرة الناشفة. طب وبعدين نشوف حال. اخد كده رشة من الدقيق ده واجي هنا كده على الجمبري وديه تقليبه. وفي الطاسه اللي على النار دي هاخد مقدار من الزيت وعايز اعمل تشويح للجمبري، ومش عايز تكون درجه حراره عاليه جدا لاني مش عايز الطاسه تلون جامد علشان الوايت صوص يفضل وايت، عشان يفضل صوص ابيض عشان ما يبقاش لونه بني. وده هنشوف هنعمله ازاي مع بعض حالا دلوقتي. خلينا بس كده ايه ناخد الجمبري وانزل كده بالجمبري هنا وبعدين هروح جاي واديه تقليبه كده سريعه. نفس الكلام، انا مش عايز اسويه تسويه تامه. هنشوف بالظبط احنا عايزين ايه دلوقتي.
تمام ماشي كويس جدا. الجمبري تعالوا نجيب له طبق. واخد الجمبري مديه تقليبه كده ونازل بيه في الطبق ده. يلا يا ابو حميد هات لنا الجمبري اللي في الطبق ده. حلو. هجيب منديل كده بس عشان اشيل اي حاجه لونها داكن موجوده في الطاسه من غير ما اغسلها. وبعدين هروح جايب الزبده نازل بيها هنا. لما الاقي الطاسه سخنه برفع الزبده واحرك الطاسه. دي حاجات مهمه جدا عشان الزبده. على سبيل المثال لو انت في البيت كده ولقيتي الطاسه سخنه ارفعي الطاسه فوق كده وقلبيها، هتبقي بتبردي الطاسه فالزبده ما تلونش منك. حلو. طب وبعدين هنروح جايين بقى حاطين الدقيق كده، رشه الدقيق، واستمر في التقليب كده. هرجعها تاني على النار واجيب لها المضرب السيليكون. وادي تقليبها. واحنا على النار ناخد رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود وادي تقليبها. بعمل بشاميل واروح نازل دلوقتي باللبن، مقدار من اللبن واقلب. هلاقيها تقلت في ايدي، هروح راجع تاني. محتاجين نوطي بقى النار شويه عشان البشاميل ما يلونش. اول ما يعمل كده اروح واخد شويه كمان من اللبن واروح مديله التقليبه. اعمل لك كده. ندي تقليبه. بصوا البشاميل اول ما يتقل كده هروح مزود سرعه التقليب وبعدين اروح جايب بقيه اللبن حطه. يلا بينا. تقليب 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 لغايه ما قوام البشاميل يظبط. هنعمل ايه بقى؟ ممكن ناخد السمكيه الجميله دي نرفعها من على النار لان كفايه جدا كده. خلي السمكيه دي هنا كده واجيب البشاميل ده جنبي هنا وابتدي اقلب في البشاميل واجيب طاسه اصغر سنه احطها هنا على النار. وفي الطاسه دي هاخد مقدار من الزيت علشان المشروم بقى والبصل. شايفين البشاميل القوام بتاعه بدا يتقل اهو، بدا يبقى مظبوط جدا. محتاج بس سباتولا عشان السباتولا دي هنزل بيها الحواف بتاعه الطاسه اللي انا بستخدمها. هاخد الاسباتولا كده واخد اي بقى ايه دقيق ولبن لازقين على الطاسه. الله، بشاميل اوشك انه يبقى جاهز. اخر تقليب قبل ما اطلع من على النار على طول. بس انا كده وصلت القوام مرضي جدا للبشاميل. هطلع بالبشاميل ده من على النار كده وهنا في الطاسه تمام. الطاسه على النار علشان هسوي فيها المشروم. يلا بينا.
هاخد هنا المشروم كده، المشروم الاول قبل البصل، والمشروم كده وهو على النار نديه رشه الملح ورشه الفلفل الاسود. تقليب المشروم وهو على النار كده، نحط له البصل زي الفل. ريحة المشروم مع البصل حلوة جدا. هنعمل ايه؟ هنرجع لها الجمبري المتشوح والمتبل اللي احنا مجهزينه، ونخليهم دقيقة واحدة على النار. في نفس الدقيقة دي هنكون رجعنا تاني البشاميل هنا على النار، وضفنا له الجبنة الكريمي وجبنا المضرب، وخلطنا الجبنة الكريمي مع البشاميل. يلا ابو حميد نخلط كده الجبنة الكريمي مع البشاميل. البشاميل ده طعمه هيبقى غني جدا وقوي جدا. كده انا سويت المشروم مع الجمبري، وفي نفس الوقت انا كده البشاميل قدامي جاهز انه انا اخلط بقى البشاميل مع المشروم الجميل ده. هناخد وقتي فاصل، بعد الفاصل هنرجع لحضراتكم نشوف ازاي هنقدم سفرة النهارده. واروح واخد الجمبري واروح نازل بيه هنا. طبعا ينفع ده يتقلب مع بعض، لكن انا اخترت انه انا اقدمه بالشكل ده. نقدر ان احنا زي ما كنت بقول لحضراتكم كده نقلبه مع بعض، لكن ممكن بقى عند الاكل نبتدي نقلب واحنا بقى بنحط على الرز واحنا بنحط على الفريك والحاجات الجميله دي. ناخد طبق الجمبري بالبشاميل نحطه هنا على السفره.